المدينة هنا ناس مليحة، مدينة زوينة، ناس ديالها ما شاء الله، ناس ملاح، كل شيء مزيان فيها، كل شيء مليح. أهم حاجة اللي كتنقصنا حنا في هذه المدينة هنايا هي شوية ديال فرص العمل، وشوية ديال واخا كيكون لك فرص العمل كيكون فيهم شوية مشاكل، شوية هذا. عندنا السينما، عندنا شوية ديال السياحة، السياحة كتكون موسمية. داكشي اللي ما راهوش اللي ماهوش قاري ولا ماهوش يعرف راه ما لازم ما يخدمش في داك الصوالح هذوك. والانسان المسألة ديال السينما كتكون من خلال داكشي ديال كاين شوية فرازات، كاين شوية كدا، ماهياش سيريونيشان. القضية ديال السينما لازم خصنا يشوفوها، خصها تنظم، خص المسؤولين يطلعوا على داكشي. لاقاش هي كتروح باش تخدم في المثل كتلقى شي بروبليمات، كيتلقاو لك شويه هكا كل حاجه، يعني ما كتكونش فيها شي حاجه اللي زاكيه، بلا ما نذكر بالاخص بلا ما نذكر الاسماء ديال الناس وداكشي هذا. يعني هي خصها تنظم، لازم خصها تكون فيها مراقبه ضروريه. لاقاش لكون تكون هذه السينما نورمال سيريو مزيانه، كاع الانسان يعيشوا منها، كاع الانسان هذا الشعب ديال هذه المدينه كله يعيش ويعيش لاباس به، كل شيء ياكل كل شيء يشرب الحمد لله، لقاش فيها واحد الخير اللي مزيان.